بابي فهمي زميلي في الكلية. اهلا 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 يا فهمي، ازيك يا ابني؟ ازيك يا دكتور، شرفت حضرتك يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. اهلا مامي. فهمي يبقى ابن اخو انكل فاضل. ريلي اول مرة اعرف ان فاضل له اخوان. لا يا فندم، كان ليه اخ واحد اسمه عبد الرب الشنديدي، والد الله يرحمه. معلش بس يا جماعة هاخد من وقتكم دقيقتين بالظبط، أحب أعرفكم بنفسي. أنا رضا عبد ربه الشنديدي ابن أخو فاضل بيه، وأحب أقول للعروسة ألف ألف مبروك وربنا يتمم لك بخير. الحقيقة وده أخوك فهد عايز يعمل لكم مفاجأة. آه يا دكتور. بس هو محرج شوية، عشان كده أنا اللي هعلنها. فاضل بيه قرر انه يتبرع لمستشفى الشعب بمليون دولار. انت فاكر يا دهبل انت ان انت كده بتورطني؟ وحياة امك انت وهو ما هدفع ولا مليم. وكون في علمك اللي انت عملته ده جريمة يعاقب عليها القانون، وحياة ديني اللي خرجك من هنا على السجن. انت اللي جيت لقضاك بنفسك. وهو انا عملت حاجة؟ ده حتة مبلغ تافه تتبرع بيه للغلابة جايز ينفعك في اخرتك. وبعدين ده التصرف على البوفيه اكتر منه بكتير، وتلاقي تلات ارباعه هيترمي في الزبالة. وانت مالك انت؟ دي فلوسي وانا حر فيها، اصرفها زي ما انا عايز. انت شريكي؟ تصدق اه؟ والله العظيم شريكك، بس انت اللي مش عايز تعترف بالشراكة دي يا فاضل. ولا عمري هعترف بيها. بيتهيألي الكلام ده قلتهولك أكتر من مرة. إيه؟ معقول عايز تسمعه تاني؟ من الآخر كده، أنت جاي ليه؟ جاي أعرفك إن إحنا مش لقمة طرية يا فاضل. إحنا خلاص استعوضنا ربنا في ورثنا، ومحدش طلب منك حاجة، وسايبينك في حالك. لكن أنت بقى اللي مش عايز تسيبنا في حالنا. مراتك تبهدل نسمة وأنت تبهدل فهمي؟ فاكر لما هعرف كل ده هعمل إيه يعني؟ هسكت؟ ولا قلت بقى خلاص دول غلابة مش هيعرفوا يعملوا حاجة؟ على العموم دي عينة صغيرة من اللي ممكن أعمله، ويا عالم المرة الجاية ممكن أعمل إيه.